ويقول أيضا إذا كان لدي أقارب لا يصلون فهل أصلهم؟ تصلهم مع النصيحة، مع الدعوة إلى الله والنصيحة والإنكار عليهم، تصلهم ولكن لا تحبهم حتى يصلوا. أما أن تصلهم من أجل دعوتهم إلى الله ومن أجل بغضهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، فأنت تصلهم ما هم من أجل المحبة، وإنما تصلهم من أجل القرابة ومن أجل دعوتهم إلى الله لعلهم يتوبون ويرجعون.